السلام عليكم، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الأسبانية مدريد 26 في هذا 14 نقطة ليفاندوفسكي، لكن أمامنا رايو الأول كمدرب مع مدرب يقدم عطاءات جيدة في لحظة الكرة تسحب، ممكن التسديدة ولكن يرفضها حارس المرمى في سقوط أيضا على أرضية الملعب في خطأ من مدافع برشلونة. برشلونة يلعب بهدوء بهدوء، لكن برشلونة يعاني في هذه الدقائق، بل وليتلقى الجول الأول. جول رايو فايكانو، أضاع فرصة قبل قليل ولكن الآن يتقدم ويسجل الهدف الأول. فرحة كبيرة في المدرجات، وبالتالي التسديدة كانت لرايو ردة الفعل حاضرة، والكرة تضيع من ليفاندوفسكي، يظهر لكنها تمر إلى خارج أرضية الملعب. لاعب فريق رايو فايكانو البارو قاعد فزلاقة حاضرة وبينية وقول، لكن هتسلم، هدف ملغي، هدف ملغي. البولندي حط 1-0. كرة لعبت بمبدأ السلامة حارس المرمى الذي تألق في الشوط الأول. انفراد أمام الكرة، انحطت في الجول. جول ثاني للمرة الثانية، رايو فايكانو يسجل في مرمى برشلونة ويأتي بالهدف الثاني عند الدقيقة 7. العام هني ربما الوضع، فران غارسيا كما نشاهد الآن يسجل الهدف الثاني، لكن لاحظ الكرة من من؟ الكرة من من؟ الخطأ كان يعني كثيرا، بل لديه فرصة حتى في هذه اللقطة التسديدة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكل يصفق، الكل يصفق في مدريد. قول محاولة ليفاندوفسكي التسديدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. هذا اليوم مع مانشستر طبعا هذه كرة خطيرة، لكن برشلونة بأن اللقب وبهذه النتيجة والتسديدة وأيضا جول أخيرا سجل برشلونة، أخيرا سجل برشلونة. لذلك مشجع برشلونة وأنصار برشلونة في